يا صباح التحديات الجامدة وصباح النشاط وصباح الفل على الجمهورية الجامدة. ندي تشجيع جامدة للفريق اللي معانا النهاردة ونقول له سقفة كبيرة. طبعا يا جماعة احنا النهاردة عاملين لكم تحدي جامد جدا 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 من اللي انتوا بتحبوه، وانا موقفهم من الطويل للقصير، وللأسف كان نفسي امي تبقى جنب ابويا بس ما عرفش نزلت لورا. وحشتك وحشك الضرب. معلش انا ممكن البس حاجة عالية. بكرة تطول بكرة تطول. تستغربوش انت جيت هنا ازاي. فالتحدي النهاردة يا جماعة تحدي الاكل على حمام السباحة، والمفروض ان الاثنين اللي هيتسابقوا مع بعض هيبقوا مربوطين بالحبل دوت كالمعتاد انتوا عارفين، بس طبعا بما اننا في الصيف ده مش هيكون عقاب ان هو يتشد في حمام السباحة. متفقين؟ متفقين. انا كده غلطان؟ غلطان. اللي هيقع في حمام السباحة ده كده هيبقى عقاب؟ لا. مش هيبقى عقاب. فاللي شايف ان انا صح يقول هي. مش هيبقى عقاب. فبناء عن كده انا جايب لهم كرتونة بيض. يا نهار اسود. واللي هينزل حمام السباحة هطقش في دماغه بيض. يا وعسودة يا امه. بيضة واحدة عشان ده البيض ده ماشي. بيضة واحدة عشان خاطر الحاج بس ما ينزعلش عشان هو هيبقى ريحته وحشة. فاللي موافقني يقول هي. اللي شايف ان هو بطل وجامد وهيكسب يقول هي. ما يخافش من البيض. صح. اللي مش عارف بتاعنا ايه. يا حاجتي السودا يا اما. يا حاجتي السودا يا اما. يا حاجتي السودا يا اما. وقبل اي حاجة انزل حط اللايك. قبل اي حاجة انزل حط اللايك. هنوصل الفيديو دوت ل 100,000 لايك عشان نعمل لكم منه اجزاء تانية كتير جدا لما نعرف ان الفيديو عجب. وهنبدأ دلوقتي وانا اللي هختار اول اتنين متسابقين. والجولة الاولى معانا. لا انت كده غلط. لازم نسلم الاول على الناس. اتفضل يا حاج معايا المايك. ما ينفعش تخش في الفيديو كده. معاك المايك اتفضل. لا ده مش مايك. ازيكم حبايبنا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. انا بشكركم جدا 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 ومدخليني في التحدي، والحاجة تعمدت انها تختار اللي على مزاجها وتدخلني قبلها فهي حر بقى. جدو جابر يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. 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 جاهزين للتحدي؟ جاهزين. مش سامع جاهزين. أيوة. الطابور ده بيفكرنا بايه؟ الطابور يا طابور الصباح بتاع المدرسه. الجوله الاولى هتكون معانا للعصير. اللي عايز يدخل فيها يرفع ايده ويقول هي. سامع. اللي عايز يدخل فيها يرفع ايده ويقول هي. وطبعا سيبك منهم، انا اللي هختار على مزاجي. هختار يوسف وإناس عشان انا شايف ان هم مناسبين جدا لتحدي العصير. هما الاثنين اقزام زي بعض. ايوه. عايزين بقى تشجيع، ما يبقاش فيه اي انحياديه لاي حد منهم. جزء يشجع إناس وجزء يشجع يوسف. طب احنا هنفضل واقفين كده؟ ايه يا حاج؟ هنفضل واقفين كده؟ ايوه انتوا كده جمهور. لما تيجي دورك كده. لا انتوا كده جمهور، خليكم زي ما ان شاء الله هيخسروا. ان شاء الله طبعا يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان الجايزه معانا النهارده 5000 جنيه. 5000 جنيه. 5000 جنيه. 5000 جنيه. احنا 10 هيشاركوا في التحدي النهارده، 5 هيكسبوا و5 هيتطقشوا في دماغهم البيض. يا واد اعمل عليهم حفله. واللي هيخسر هنعمل فيه ايه؟ هنزله. هنعمل فيه ايه؟ هنزله. 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 هطلع له. هنزله. يلا خلينا بقى عشان ما نضيعش وقت نبدأ في التحدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونربط الاثنين المتسابقين اللي هيدخلوا معانا النهارده. ونبدأ كده ونربط يوسف ونقول بسم الله. اديني فرصة. انت وحظك. بس ممكن اطلب منكم طلب. هترجعوا ورا هنا كده بس عشان محدش يتعور. خليكم واقفين على اول البسيج. ارجعوا ورا شويه. ايوه كده ارجعوا ورا شويه. انا هقرب لكم السفره. جاهزين؟ جاهزين. 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 وهنبدا دلوقتي الجوله الاولى. وهروح هناك محدش يفتح. انا ما قلتش حد يفتح. تبقى جاهزين. طيب لا اما اقول ثانيه واحده. جاهزين؟ جاهزين. هقول 3 2 1 اكشن. استني 3 2 1 اكشن. يا ترى مين اللي هيتشد؟ يوسف. 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 إناس. إناس الله أكبر. هتفطر. اوعي تفطسي يا إناس. بص على نفسك يا إناس. اوعي تفطسي. مين اللي هينزل؟ مين اللي هينزل؟ ربنا يستر. مين؟ خد نفسك يا إناس. سيبوها بقى.
خلصوش. لا خلاص انت خلصتي؟ لا حي هي خلصت ولا لسه؟ والله كان حافظ ليه خلصت. طب استنى نشوف بتاعت مين اللقطه عشان لو في ظلمه انا انت. لا طب ما هي مخلصه اهي يا جماعه. خلصت سقفه كبيره سقفه كبيره. انت بتستخبى؟ تعال يا حبيبي تعال تعال يفك نفسه. اطلع اطلع بسرعه اطلع اطلع البس دي بعيد عن البسين بعيد عن البسين. يلا ايه ده القرف ده؟ عرض لك الدور الجاي تكسب ان شاء الله. يلا امشي بعيد ادخل استحمى. الفيديو صعب انا خوف. هو سواق ولا انت اللي بيحسب؟ يلا الجوله الثانيه. مين يدخل في الشيبسي؟ انا. مين يدخل في الشيبسي؟ انا. هختار اصغر اثنين اروى ورماس. اروى ورماس. اروى ورماس جاهزين؟ جاهزين. مش سامع حاجه. جاهزين؟ جاهزين. ونبدا ونقول بسم الله. ريحه البيض معفنه من عشان كده ما رضيتش اضربها له في البسيه. يلا جاهزين؟ جاهزين. 3 2 1 ابدا. ما تلبسش غير لما انا اقول لك. يا ماما بس تشجيع ليه؟ تشجيع تشجيع. ريماس اروى. ريماس اروى. ريماس. ريماس اللي بيعمل لي جات كمية يا حبايبي. بيقولوا لي دويت على الترابيزه الكل. انت كده مش سريع انت كده بتبعزقي. على مهلك على مهلك يا اروى. على مهلك يا ريماس. اهو اروى لسه. هاتك ليه؟ هاتك ليه؟ شاطرة اروى برافو. الرماس اللي هتنزل البزيت. الرماس هتنزل البزيت. الرماس هتنزل البزيت. يا بنتي انت من دغري من دغري يا حبيبتي. شعرك يا لسه لسه لسه. يلا شوف حلو على مهلك. على مهلك. اروى 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 اروى. يلا يا اروى الرب. اروى اروى اروى. ايوه اروى. خدي نفس ايدي عشان ترمي دلوقتي بسرعه. خلاص يا رباس راحت عليكي راحت عليكي. مربيين فراخ. خلاص يا رباس. خلاص اروى اللي جاي. اروى اللي جاي. اروى ابلعي يا رما ابلعي بقى خلاص. ده ان شاء الله خلاص كفايه. شد الماس. بص يا رماس صلى على النبي. انت دلوقتي خسرت ولا كسبتي؟ احذف كده كده هتهدى. يا مالها متسائل بمعنى متسائل. طب بص يا رماش انا قررت النهارده ان انا هسامحك على البيضه دي ماشي؟ انت بتشبك اللي انت طالع تجري ولا ايه؟ لا 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 طالما هي قالت لك احذف وانت قلت متسامح ما ترجعش. لا لا اكتر واحد يرجع بكلامه. خد يا رماش هقول لك تعرف ان ده مفيد للشعر؟ كده رماس خسرت واللي كسبانه معانا النهارده هي اروى. فنسمع لها تشجيعه كبيره. سقفه كبيره لاروى. اروى شطاره. ودلوقتي هندخل على الجوله الثالثه ومعانا 2 كيلو زبادي. مين هيقدر يدخل في التحدي ده؟ اللي عايز يدخل يرفع ايده ويقول هي. كله يقول هي. زمان انت مالك كده يا راجل؟ ماليش في الكلام ده. تعالى دلوقتي اللي هيدخل في الجوله ديت وهقول لها دلوقتي سامحيني ان انا هربطك هي امي وابويا. هتدخلوا كل واحد في كيلو زبادي وللاسف انا عندي الحياديه المفروض ما عنديش صح؟ مش عارف. هربطكم انتوا الاثنين فسامحوني ده تحدي. لا بس انا ما ينفعش انزل انزل البسين ما بعرفش اعوم. هازم من على السن. هننقذك انا هننقذك انا هنقذك. لا انا ما تكسبي اكسبي. عايزه عايزه مش عايزه تعيشي وما تغرقيش اكسبي. افرض خسرتي اكسبي اكسبي. ده انا امك اكسبي. امك ثم امك ثم امك. ودلوقتي يا جماعه احنا ربطنا الحاجه سعده اللي هتشرفنا النهارده وتنط البسين ان شاء الله. امي دعيالي هكسب بجداره. الجزء الثاني للاسف مضطر اربطك يابا ما تزعلش مني. يا انت داخل مهزوز ليه؟ شايف شوف الزحلقه اجيب لك شوف غيره؟ هيو هيو هيساعدوا على الزحلقه هيساعدوا هيساعدوا. هي هتنزل البسين ان شاء الله.
شفت عنده ثقه في نفسه ازاي؟ شفت ابويا واثق في نفسه؟ ايوه هما الرجاله كده واثقين في نفسهم. يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم ده تحدي، عايزين راضيين بالتحدي ولا زعلانين قبل ما نبدا؟ لا بس لازم نعسلم لو خسرت. ده تحدي. لا انا مره لا ده كسر. لا يبقى خلاص خلاص هنسحب. يبقى انت هتنزل خلاص هنسحب. لا لا اسمعي صلي على النبي، مش ده لسه اتصحت بس انا ما بعرفش اعوم. بس هي ست ضامنة انها هتخسر. انا ضامنة ان مشيها بس يا عم محمد يا عم محمد. لا انا اقول كلمه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت قد التحدي ولا مش قد التحدي؟ انا قده بس قدام القطر. يعني هتخش ولا تنسحبي؟ بس ما نطش في البسين. لا معلش ده تحدي. انا ما بعرفش اعوم. منسحبه؟ لا. من 5000 جنيه منسحبه؟ 5000 جنيه خدهم؟ للكسبان منسحبه؟ انا ونسيب. يبقى احنا كده مش هنزعل يا جماعه، ده تحدي. انا زعلان يابا دلوقتي من العقاب؟ انا ما بزعلش من حد خالص خالص خالص. زعلانه من العقاب؟ لا. شايفين الثقه؟ خايفه من العقاب؟ لا. الشطاره على قلبك كليه. بسم الله 3 2 1 ابدا. استنى افتح لي طب العلبه. اصبر لما افتح العلبه. بسم الله يا ست. اصبر يا ست. كان يا ست يلا يا ست ستي 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 جدي 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 ستي جدي جدي يا رب تكتب يا جدي يا رب. ايوه يا ستي 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 ستي يا نهار ابيض يا ستي. مين يا زياد؟ مين يا زياد؟ ستي 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 سامحني يابا جدي يابا سامحني يابا. خلاص يا ستي خلاص يا ستي خلاص يا ستي لسه لسه. انت خلصت الجردل الله اكبر. انت بتقول ايه؟ روح يا عم اجري سامحني يابا. اوف 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 يا جماعه تعالى انت عدي نفسك ده ستي الله اكبر. نسفت مع سافه كبيره للحاجه سعده الحاج ابو محمود اللي عايز الحضور. اوعى تكون زعلان. لا لا دي عملتها ازاي دي؟ بس هسامحك من البيض. اقول لك عملتها ازاي دي؟ الله اكبر بسم الله ما شاء الله مسكت الجردل وراحت رفعته على شكم واحد. انت عملتها ازاي دي؟ يدع السر في اضعف خلق. الله اكبر. ايه ده؟ الحق الجردل التاني لسه ما انا بقول لك الله اكبر. انت كنت بتخدعيني؟ عمال تقول لك القطر القطر الحرب خدعه فعلا. تعالى يا بابا رأفت ان هو ابويا مش هينفع ان انا اطقش في دماغه البيضه. المايه بالنسبه له عادي لان الجو حر اصلا، هو عايز ياخد شاور. فاحنا دلوقتي هنخش على الجوله اللي بعدها. جاهزين؟ اللي بعده اللي بعده اللي بعده. دلوقتي هنبدا في الجوله الرابعه. جاهزين؟ جاهزين جاهزين جاهزين. الجوله الرابعه يا جماعه هي عباره عن كيسين اندومي حار جدا 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 اكس 2 كوري. نسمع له تشريفه. واللي هيدخل معانا النهارده علشان بيحبوا الاندومي الكوري الاستاذه نيره والاستاذه انجي. نسمع لهم سقفه كبيره. وهنبدا دلوقتي ونفضلهم كيسين الشطه دول، وانا اللي هحطهم بما يرضي الله عشان ما يحصلش اي خم ولا اي حاجه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هما كده كده يا جماعه بيحبوا الاندومي الكوري دوت، بياكلوا الشطه. الشطاره بقى في السرعه طبعا. اللي هياكل اسرع هو اللي هيكسب، واللي هياكل ابطا هيترشق فيه بيض وهيترمي في حمام السباحه. ان شاء الله ان شاء الله انتوا الاثنين هتكسبوا ان شاء الله. انا متفائل خير. كل واحد يقلب الكيس بتاعه. كل واحد شغل مخه. معاكم 30 ثانيه تقلبوا الكيس بتاعكم. طب البطنة طيب. 30 ثانيه البطنة ايه؟ انا اربطهم بعد اذنك يا اروى. امسكي دول ارميهم في. مين بيشجع انجي؟ ايه انجي؟ انا بشجع ايه؟ يلا شجعوا. محدش بيشجعش خالص. انجي 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 نيرة 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 انجي 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 نيرة 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 انجي انجي. جاهزين؟ لا شاوية. 3 2 1 اكشن ابدا. انجي الصلاة على النبي. انجي 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 نيرة شد نيرة. نيرة هتتشد دلوقتي. بس استنى ما تعمل زي ما عملت معايا. انجي انجي نيرة نيرة نيرة
نيرة نيرة ما تبصيش عليها ما تبصيش عليها ما تبصيش عليها ما تبصيش عليها نيرة يلا ابلع نيرة ابلع يلا عشان تتحدي لسه لسه بس هي عامة الانجن متقدمة اه نيرة 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 لا الشعيب يا خسرانة يا خسرانة يا خسرانة يا نهار ابيض يا نهار بيضة بيضة احلى بيضة هاتي كيكي نيرة والنبي سامحيني النبي سامح العباد ربنا استنى بتاع ده بيوجع يلا نيرة احلى حاجة انهم مربوطين ما بيعرفوش يجروا زياد سايب لك الطلعة دي سايب لك الطلعة دي اختي حبيبتي ابعد عن البسين بقى سايب لي الطلعه دي عشان احنا عارفين اقوى تحدي واخر تحدي 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 طبعا دلوقتي يا جماعه الجوله الخامسه والاخيره وهتكون هي على الحمام كل واحد جوز حمام طبعا هندخل على التحدي دوت والاكل بسرعه ما عدا المحشي والرز التحابيش اللي تحت هنطلعهم على طبقين بره وهيخش الجوله ديت الاستاذ زياد والاستاذ محمد ونسمع لهم صفه كبيره كمان نزل المايك للحاج اربط يا يوسف اربط يا يوسف انا ما بيهمنيش ان شاء الله اكسب ان شاء الله هتخسر ان شاء الله اكسب ان شاء الله هتخسر بقول لك ايه جيبوا حاجه يشيلها انا عاشق الحمام معاك حاجه في جيبك ولو في جيبي حاجه انا عارف انه مش هنزل تعالى بقى شوف انا هعمل فيك ايه النهارده اهو ما حدش يبدا لما المنظم يقول اهو شيل ايه بشيل المحشي حماميه كبيره قوي في طبقي شكل الحمامية مغري جدا ابدا بقى انا تعبت عصبي تعبي عد يا جد واحد اثنين ثلاثة زياد 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 الله يرحمك يا زياد الله يرحمك يا زياد محمد البطل محمد البطل محمد البطل ولا زياد انت متقدم محمد المتقدم هتكسب هتكسب شوف اكنهم اخر حمامتين في الدنيا زياد شد زياد لسه لسه انت متقدم يا زياد شد حيلك انا محمد لسه لسه زياد اسرع زياد اسرع ما شاء الله زياد اللي اسرع امال عمال تقول مكلتش مكلتش زور 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 يا رب زغلطه من عندك يا رب ما صبرنا اهو لما بيقول كده يا زياد يبقى انت كسبان زياد 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 زيزو زيزو اوه زيزو زيزو اوه زيزو زيزو انت المتقدم يا زياد شد حيلك زياد بطل محمد محمد بطل محمد زيزو اعتبرهم من اخر حمامتين دول لا تاكلوا عاش عليك يعتبر في نفس الوقت اديله في المليان اديله في المليان؟ اه ايه خليها في الواطي في الفاضي قصدي اديله في المليان انت شايف ان انت تديها الاحسن وتنزل الاحسن ايه خلاص هو وحش هو خلص هو خلص يعني بدله حتى جناح ما شاء الله ما شاء الله تعمل ما شاء الله ما شاء الله الرز بقى يا زلمه ايوه ايوه بطل شوية يلا زيزو 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 لا 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 شد محمد انت خلاص سيب دي اللي تنة تعد ليه بس اتنقص لا كل الرز زياد 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 اللي تنة تعد ليه خلاص بحق الله بحق الله زياد خلص اطلع اطلع طب انا اللي اطلع
اطلع اوعى اهو اوعى اهو وسعوني اهو احنا بعيد لا انت هتقدر على دول كلهم يلا شد الحبل اطلع مبت الشعر ده شحال اللي لوكنا قبل التحدي ده وانا عملته بتنسل عليا ليه كده يا حوستي السوداء يا اما يا حوستي السوداء يا اما يا رب يكون التحدي عجبكم طبعا انا اتدمرت عشان ده انا عملت لهم كده فلازم انتوا دايان فكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص حط لايك واضغط اشتراك للقناه عشان خلاص داخلين على 4 مليون ونشوفكم على خير مع السلامه مع السلامه مع السلامه.